ملاري يا عمر، زيت في 61 كبر الرئيتين، كان عقلش على الوالد ديري، كبرني راجل امي، ولد 14 عام خرجت من الدار، طير في الشوارع، تنبت في الزناقي، انا ما كنتش راضي ندوز هذا الحبس كامل، ضربت 28 عام ديال الحبس، 28 عام ديال الحبس دوزتها هكاك، علاش بنادم مشرد في الشارع؟ ما كاينش اللي غادي يحضنه، الوالد ما كاينش، الوالد كتخاصم مع راجلها، ملي تزادوا عنده الدراري ما بقاش كيحملني انا، وليت انا تايه في الشارع، في 24 عام ولد الناس في الشارع وكذا، جابت الوقت وليت ندخل للحبس. كيفاش اللي كيحضرني؟ انا ما بغيتش الحبس، ضربت 28 عام ديال الحبس مقطع، خرجت دابا 14 عام هذه باش خرجت، مشيت عند واحد السيد في البلديه، طلبته وداك الشيء وبكيت عليه، خدمني في كورنيش مده ديال عام وانا خدام، ملي سالت كونتر هذا قال لي سير الله يعاون العوانات ما بقاش خدمه، جيت ريحت في المحل ديالي، دابا 10 شهور وانا مريح، كنغوت نطلب الناس في المرسى وكذا كنقطع الحوت، شي يعطيك شي ما يعطيكش. كنبيع ديك 800 600 كذا هادي كنجي يلاه لقمه العيش ما تاكل وكذا. دابا المشكل اللي كاين هو انا مجموع عليا الكرا، تسالني دابا 10 شهور ديال الكرا وما خدامش، انا ما كنطلب حتى شي حاجه، انا بغيتي شي محسن وشي انسان يوقف معايا في سبيل الله، بغيتي نخدم باقي فيا ما نقدر نخدم. الوالده عندي راه مريضه، عندها السكريه وعندها الطونسيو راكد على جنبها مرا كبيره. انا هذاك السيد راجل الوالده الله يسامح لي دنيا واخيره. دابا انا في عمري 59 عام ما عندي لا ولاد لا والو، كنعيش غير في هذا المحل هذا، لا ما لا الضو لا ما يرحاد لا حتى شي حاجه. انا كنطلب من هاد الناس الا كان كيسمعني السيد ديال العامل ولا شي ناس مسؤولين هنا في هاسبي يدبروا لي بشي خديمه فين نخدم باش نعيش. انا ما بقيتش قادر على الحبس، ما بقيتش راضي نمشي للحبس، الا كنت نمشي للحبس نمشي ننتحر، انا ما عندي ما ندير بشي حبس. دابا عندي 59 عام استقمت هذه 14 عام باش خرجت. المشكل اللي كاين مشيت لعند القيد ديال الدائره ديالنا حنا ديال المدينه باب جديد شارع بني وسف، يلا يجزاك بخير توقف معايا، طلب عليا شي خديمه فين نخدم لو باش ما كان في الشهر غير باش نخلص كرا وباش نموفي على الوالده راه ندبر عليها كذا وباش ناكل باش الحمام باش ما بقاش نتعطى الاجرام. ملي مشيت عند هذا السيد هذا اش قال لي؟ قال لي سير للداخله، وقطع لي ورقه ب 50000 فرانك للداخله، جمد لي الورقه بوحدها، قال لي الورقه اللي صيفطك عليها رئيس الدائره والقيد، شديت هذيك الورقه درتها تحت مني، انا ما عنديش، رجعتها للكار. واش انا نمشي بورقه خصك غادي نطيح في الداخله وما عندي لا فين نسكن ما عندي لا فين نخدم ما عنديش استقرار اللي نمشي ليه مضمون. شديت هذيك الورقه رجعتها لمول الكار، قلت لي شد 1000 ريال وعطيني 9000 ريال، عطاني ديك 9000 ريال، جيت خلصت منها 30000 فرانك ديال هذا المحل اللي كتشوفه، قال لي الصريف الاخر قليت منه وكذا وهذي، وديت منه الوالده تاع حليه بضغينات وقلت لهم هذه الهضره وبكيت عليهم. انا دابا ما دارش معايا شي حل، قال لي سير للداخله انا ما كاين ما يدار، وانا شحال من واحد وقفوا معاه او ما عيالات خدموا في الشطابه، ها دراري خدموا في الشطابه، تنعرف شي ناس مدوزين كاع الحبس وخدموا في الشطابه. مشيت للبلديه او تيري مؤخرا مشيت عند واحد خينا لتحت البلديه تيقول لك هو كاتب العام ديال البلديه، طلبته وقلت له الله يجزيك بخير بغيتك توقف معايا شي خديمه فاش ما كان شطب فاش ما كان عساس فاش ما كان، وانا كنطلب من شي واحد مسؤول ولا السيد العامل شي شينا اللي كيسمع. دابا مجموعه عليا خويا 10 شهور ديال الكرا، المجموعه عليا ديال الكرا، وهاد الناس يفكروا يخرجوني لحتى شي ما خلص نوري مرمي في الشارع ولا ترميت في الشارع، شنو هو المصير ديالي انا؟ ما عنديش فين نمشي، هذا هو المحل اللي مستقر فيه اللهم هذا حمد الله وشكرته، فين غادي نمشي؟ مشيت بغيت نخدم تيقول لك عندك الصواب هاك فين غاتمشي؟ وريني اين الاتجاه غادي نصد ليه انا؟ انا تنخير خالتي نطيح نسب بوحدي هنا في الشارع، دابا حاليا تيطلع لي الدم تنطيح نسب بوحدي في الشارع، علاش انا ماشي مواطن؟ أني تصلحت 14 عام باش خرجت، ما تنتخاصم مع بنادم، ما كنضارب مع بنادم، ما كنعاير بنادم، أنا ولدت نطلب في المرسى، ما قدمتش داك الشيء، أنا بغيت فين نخدم؟ بغيت نخدم، بغيت عايش كريم أنا، يلاه أنا ماشي مواطن، أنا نطلع للشارع، هاد الناس ملي يجروا عليا من هاد المعارف أنا نمشي أنا، أمي راه ما عندهاش، أنت كتشوف بنتي عمرها كبيرة، أنا كنطلب من الله ومن المحسنين ومن شي واحد مسؤول أنا فاسفي، باقي فيا ما نخدم، دبروا لي غير على خديمات أنا. بارك ام بيت لفي لم بيت والو بقى هنا تنموت، اقسم بالله العظيم اقسم بالله العظيم فاطر بخمس واتاي والله ما عندي باش نتغدى واني جالس صابر، تنخرج نمشي عند دراري كنعرف مول 160 مول كذا، المرزا ما كاينش دابا ما فيهاش مبيطه ما كاين والو، وروني انا فين نمشي، انا مزاوبك فيكم، انا كنطلب منكم دبروا لي خديمه بغيت نخدم فاش ما كان في الشطابه فاش ما كان شي عسه فاش ما كان